إياد كان رفيق جوزي الله يرحمه. عمار بس توفى بحادثة الطيارة يلي وقت ببوخارست. إياد بهالفترة تقرب مني وما تركني بهيدي الظروف. من ساعتها بلش يبين لي اهتمامه وعواطفه وحبه إلي. بعدين طلبني للزواج. جوزتي؟ يا ريتني ما عملتها. كان أسوأ قرار بحياتي باخده. طلع إنساني كتير بشع وندله واستغلالي. كان بتصرفاته يكره يوسف. بالآخر ضربني قدامه. ضربك؟ ازاي يعني؟ مستغرب ان بيتقال عليهم رجاله وبيضربوا مراتاتهم دول. رفعت عليه قضيه طلاق ببيروت والمحكمه طلقتني منه هناك. طب يعني ما دام طلقت منه ما بقتيش مراته، هو عايز منك ايه دلوقتي؟ هو هيك ما بيحب يخسر شيء. بحب الشغله تروح من بين ايديه. بس انت قلي من وين بتعرفوا الايات؟